كانت مسرحية بكري نسيت اللي دارها، الشهداء يعودون يوما. المسرحية هذه أرجحت حقيقة أيها الشعب الجزائري، دم الشهداء ينادي شباب الجزائر، نساء الجزائر، كهول الجزائر، رجال الجزائر، يعني كل طوائف وكل أعمار في الجزائر، إلى إتمام الثورة الحقيقية، إلى استرجاع الحرية، استرجاع السيادة للشعب الجزائري. يعني هذا أنا بالنسبة لي سؤال ربما إعجاز رباني. شباب حاليا يتحدث عن خيدر، شباب يتحدث عن عبان رمضان، شباب يتحدث عن ميروش، عن علي لابوانت، شباب يتحدث عن مريم، شباب يتحدث عن كل المجاهدين والشهداء اللي سقطوا على البلاد هذه. أنا بالنسبة لي هذا نداء الدم، هذا الدم الشهداء اللي تروت به أرض الجزائر. إلي تونترا de nous appeler à l'ordre, à la lutte. Il faut que l'Algérie devienne indépendante. Les gens qui ont été en Algérie, c'est le rêve de l'Algérie مستقلة. الجزائر حرة. لكن ما تحققش. الجزائر استعمرت. الجزائر بقت تحت الاستعمار. تحت الاستعباد. في الحالة هذه حقيقة هذه الملاحظة نتاعك جد هامة. التاريخ مهما طمسوه مهما خفاوه التاريخ يظهر، لأنه الحق لازم يبان اليوم غدوة لازم الحق يبان. شوفي قالوها احنا ولا دعم يروش واللور ما نولوش. الشعب قال الكلمة تاعو. الشعب اليوم خرج يعيط رئيس بزناسي تاع غبرة يبيع في الغبرة. الشعب رافض لهذا الرئيس اللي حتمتوا علينا القيادة العسكرية تاع خاين الأركان الله لا يرحمه القايد صالح، باش ما يغلطوش الناس ربما لا كونيكسيون فاسدة، ما قلتش الله يرحمه، الله لا يرحم منه عظم، الله يسخطه إن شاء الله في نار جهنم خالدا فيها بإذن الله. برك هذا الرئيس مرفوض، الحكومة تاعو مرفوضة، داير الحكومة تاعو هي الطابع نتاع النظام البوتفليقي الفاسد، الطابع نتاع الأرجل البيضاء اللي متحكمة في الجزائر، اللي مستعمرة الجزائر، الجزائر تحت الاستعمار والشعب طالب الحرية. الشهداء يعودون يوما، ها قد عادوا الشهداء، ماشي يوما، اليوم رانا فيها. الشهداء عادوا والذاكرة نتاعهم عادت. حاليا الشعب الجزائري يعتبر قوة سلمية حقيقية، ثورة شعبية وهبة شعبية ونهضة شعبية حقيقية تصبو إلى دولة الحرية ودولة العدالة ودولة القانون. لكن لازمه هيكلة، لازمه أن يهيكل، لأنه في الهيكلة كان تشكيل قيادة سياسية أو قطب سياسي محوري. فيما معناه يعني نهضرها بالدرجة، يا أيها الشعب الجزائري ما يهمش الاتجاهات السياسية نتاعك، المهم لازم هاد الثورة الشعبية تفرض قيادات سياسية جديدة، تيارات سياسية جديدة ما عندهاش علاقة بالنظام السابق، ما تعاملتش مع النظام السابق، ما مارسش سياسة مع النظام السابق، تيارات نظيفة يعني تكون بنفس اللون نتاع الشعب الجزائري. وهذه التيارات بكل تتوحد، منها تيار تاع الكرية، منها تيار جبهة القوى الحية، لأن الكرية مش حزب سياسي، الكرية جامع للتيارات السياسية من أجل التصدي لهذه البندية. الكرية حاليا هو المبادرة الوحيدة الحقيقية البناءة من أجل التصدي لهذه المافيا طريقة سياسية، فما فوق ذلك. وكي نقول ما فوق ذلك هي المقاومة، حاليا أصبحت المقاومة واجب. درك أنا نقول لهم وين راكم أصحاب سلمية سلمية، وين راكم يا الجبناء اللي متخبين وراء سلمية سلمية، فو لي لاش كي فو كاشي دارير باسيفيك باسيفيك. Quelle est votre solution pacifique face à un gouvernement scélérat, bandit, mafieux que
le seul qualificatif qu'on a pour lui, c'est organisation criminelle. Yani jamaa mon خلي يقولوا رحمن يعنيف ولا في تفاصيل يقولوا رحمن يعنيف فيولونس لكن انا نقول مجموعه السلميه السلميه بركه من الطحين فضت السلميه السلميه عندكم رئيس حتموه لكم حكومه محتمه بلاد الكوكايين بلاد المافيا قلتوا مدنيه ماشي عسكريه العسكر المنتن هو اللي قاعد يحكم فيكم حاليا بلوس المشاكل اللي عندنا حاليا في الحدود اللي لازم نجريوها دين ربي ما فهمتش منين يجيبوا فيهم هاد الناس ما عندهم لا لاطاي لا الفهم لا القرايه لا. ما فهمتش منين يلقاو فيهم انا جو كومبران با وقيله كاينه وزين تخدم الدواب في الجزائر honnêtement je comprends pas انا honnêtement je comprends pas وكذلك انا قاعد نشوف بور لا بروميير فوا باسكو رانا في ظروف سفر راني نشوف في الدباب الدباب انا نطرحها نقول له كلمه واحده انا بلي فيلغار عليك لكن احترام للشعب ما نجاوبكش بصح كون نجاوبك انا اقصى منك في الاجابه رحماني كلاش وستيلو كيما حبيتو انتيليكتويل وفوايو قالوا عليا فوايو جو سوي ان فوايو انتيليكتويل جو سوي ان انتيليكتويل استراتيج جو سوي ان استراتيج جو سوي ان ارجاليا انا جزائري بيرسوش ولد المدرسه الجزائريه ولد المدرسه العسكريه حبة من حبة وكاريها من كاريها حاليا كما يقولوا المثل القديمة تاعنا ما يبقى في الواد غير حجار حاليا على قد ما الحراك قاعد يصعد في الموقف نتاعو بيان سور على قد ما الخوانة والحنوشة والبندية واللي داخلين في وسط الحراك واللي يستعملوا في الحراك كأداة سياسية لمصالحهم الخاصة قاعدين يبعدوا الحراك والوضع الحالي سمحنا عنا نحيو برشا ناس كنا حاسبينهم ثوريين درك رجعناهم حركة الحركة كل يوم قاعدين يبانوا الخوانة كل يوم قاعدين يبانوا كيما الوزارة الكلاب هادو زفروا لهم ولاو يجريو ابتداء من رئيس الحكومة يعني رئيس الحكومة كون ما عطاهش هذا التفون منصب بلك كنا ما نفيقوش به بالك في الدولة الجديدة كنا احنا نعطيه منصب بصح هو خبيت كلب بن كلب لأنه علاش شارك في الحكومة هذه ألوغ كان يقول في الديبي حراكي فهمتيني فهمتنيش مليح النيتواياج احنا ما نسحقوش لاماس نسحقو الشجعان الرجالة الحقيقيين الجزائريين اللي قابلين يضحيوا بالنفس والنفس من أجل الجزائر الباقي اللي يمشيوا على كروشهم والأصابع الزرقاء ما نسحقوهمش أنا عجبتني كلمة الصباح الزرق هذا كانوا احنا لي بي نوار احنا لي بي بلون بصح اخنز راسها في الجزائر الاصابع الزرقاء